لدرجه على الكات بين اللقطه واللقطه فيه هو بسهوله يظهر من الكاركتر ينكت ويمزح هيك فجاه بترجع بتدور الكاميرا بتلاقيه صار بالشخصيه وعم ببكيك وعم بزعلك وعم عم بفوت على قلبك بتمثيله. فهيدي الموهبه بسرعه اذا بدك استجلاب الاحساس شيء كثير رهيب. بالمسلسل بيكون صديقه بيكون اصدقاء كثير برات المسلسل نكره بعض ما في ابدا يعني مش طايقين بعضنا وكل وقت بنوصل على السد بلش مشاكل بصير يهدون عن بعض رؤيه فؤاد رؤيه معطش بس ما بنقدر فيها الكره يعني لا اصدقاء برا جوا. هالمسلسل من الاخر مسلسل كثير واقعي كثير بيشبهنا قصته كثير هينه بس نفس الوقت كثير معقده وان شاء الله كل حدا بيلاقي حاله بشخصيه من هالشخصيات. برات المسلسل اول مره بتعرف وبشتغل مع معتصم وكثير كثير ليك في شغله انا بقول انها ربانيه وبتجي هيك بلا ما تشتغل عليها اللي هي الكيمياء بين شخصين وهيدي الحمد لله ركبت من اول نهار شغل وهلا نحن عم نخلص عم تكبر عم بتصير احلى واحلى ومعتصم هو شخص ما بدي يعني بعرف انه حنضل نشتغل مع بعض ونضل اصحاب كل حياتنا. معتصم هو ابني بالمسلسل كأم بقول له بتجنن الله يوفقك وان شاء الله من منيح لاحسن وكزميلي بقول له انبسطت كثير بالشغل معك يا معتصم وان شاء الله يا رب بنجتمع بعمل ثاني. شغلة بعتقد كل العالم رح يقولوا لي اياها خاصة بعد ما يطلع المسلسل لحقتي مسلسل لحقتي معتصم بخمسة ونص تعرفت عليه حبيبي ما حبك بما فيي ما لك شيك هلا تالت مسلسل شو قولك رح يحبني ولا لا؟ هلا هيدي تالت تجربة انا معتصم وصراحة كل مرة عم نصير closer friends يعني أنا بلاقيه بيعقد والشغل معه كثير تعودنا على بعض فصار في كثير كيمستري ورياحة ومرتاحين نفسيا كثير مع بعض فالتمثيل صار play ground لإلنا بنتسلى كثير مع بعض we always have a good time. أنا دائما آخر يوم بأي مسلسل بيكون فعلا هيك بيزعلني يعني بيضايقني لأنه خلص مشوار أنا كثير بحبه مسلسل من الآخر عمل هيك بالنسبة لي مميز إن شاء الله يا رب هيك تكون الأعمال اللي جاية أحلى وأحسن ونضل عند حسن الظن. طبعا هلا ما رح أخبركم كل شيء بنكملها بالاستوديو. وهي صرنا بالاستوديو تفضل خبرنا عن دورك. ورد العمري اسم الشخصية ما بدي أقول مفصلية بحياتي مشان ما نرجع نعيد ونكرر فكرة خمسة ونص بس فعلا أنا إلي على الصعيد الشخصي هي الشخصية فعلا مفصلية وفعلا ما رح أنساها أبدا يعني أغلب الشخصيات أنا ما نسيتهم بس هي الشخصية بالذات يعني ما بدي أقول لك حبيبة قلبي بس هي فعلا كانت قريبة بشكل كتير كبير من قلبي كاتبة صديقي وحبيبي بوجه له تحية إياد أبو الشامات إخراج شارل شلالة كان لجانبي بالبطولة ريتا حايك سنتيا سامويل فؤاد يمين الأستاذ الكبير جهاد سعد وأسماء كتير رولا حمادي يعني ما بدي أذكر بالتفصيل مشان ما أكون عم بنسى حدا. الشخصية جيسيكا بكرة إن شاء الله هيك مع الأيام بنحضرها. أنا اكتشفت بحالي أشياء فعلا ما كنت مكتشفها قبل اكتشفت أدوات جديدة اكتشفت شخصية جديدة جواتي متعبة جدا مرهقة جدا كانت بالرغم من سلاستها وبساطتها وهذا الشيء اللي كان صعب فيها. الشخصية بسيطة وسهلة ولكن انفعالاتها حالاتها مزاجيتها متعبة ومرهقة ونحن عم نحكي بدراما تلفزيونية انت بتفيقي الصبح بتروحي على التصوير فجأة بأول مشهد بدك تصوري حالك أو بدك تصوري مشهد بحالة ما بدي لك بكائية أو حالة مثلا مزاجية عالية من البسط والضحك هذا المرهق بمهنتنا. الشخصية كانت فعلا مختلفة عن كل شيء قدمته وبوعدكم أنه رح تكون شخصية فعلا مختلفة. حاولت نوعا ما بنسبة كتير كبيرة أنه بعد عن حالة الشكل يعني حتى الشخصية تتطلب هذا الموضوع. شفناها بتلبس عوينات نظر صح؟ عوينات نظر هو حدا ديرتي بالحياة شخص يوتيوبر
عنده شانل على اليوتيوب وعنده فولوورز وبيقدم مادة إلى علاقة بنصائح بالحياة وحالة الحياة وكيف أنت ممكن تتجاوز العقبات بالحياة. عنده زوجته وعنده ابنه، بيتعرض ابنه لحالة صحية صعبة، بتضطر الأب بأنه ينقل شغله من بيروت على دبي لحتى إجا شغل بجامعة بدبي، بيدرس بالجامعة لحتى يقدر يجيب مصاري أكثر ليعالج ابنه بأسرع وقت ممكن. بهي الفترة بيصير في جفاء بالعائلة بينه وبين زوجته، تخلق الخيانة بلحظة، بيخلق هذا الفراغ. ما بدي أقول لك هي خيانة، هو فراغ. هذا الفراغ شكل حالة من الاهتمام لإله، أو بحث عن الاهتمام، أو بحث عن الحب، أو بحث عن الحنان. الطرفين كانوا محتاجين، الزوجة والزوج. بسبب البعد أحد الأشخاص دخل على الخط بطريقة عفوية جدا، استغل هذا الفراغ بطريقة غير مقصودة، ونشأت علاقة حب بين هذول الشخصين. بيخون مرته وبيصير في عنده صراع اتجاه العائلة. عنده العائلة مقدسة، هو أنه كل شيء ولا الطلاق، أنه يعني هو مستعد يعمل أي شيء ولا أنه يصير طلاق نتيجة ظرف هو كان عايشه بالطفولة اللي هو طلاق أبوه وأمه. فما حب أنه ابنه يعيش نفس الحياة اللي هو عاشها، فهو طول الوقت بده يكفر عن ذنبه، بس بنفس الوقت نكتشف أنه هو حبه لهي الإنسان اللي تعرف عليها. هون أنت قدام إشكالية كتير كبيرة وجديدة بالدراما فعلا، أنه أنا هذا الشخص هو خان. هو خان، طيب هو بيحب ولا ما بيحب؟ هو فعليا حبه لهي الإنسانة، وبنفس الوقت بيحب مرته. فأنت قدام فعلا حالة مرضية، أنه هل الحب ممكن أنه يتجزأ؟ إن بيشبهك بمحلات معينة ورد العمري؟ بيشبهني بشكل كتير كبير، الشخصية كتير بتشبهني، حتى اسم الشخصية أنا بحبه كتير. يعني حكينا أنا وإياد زمان وكذا وهيك، اسم الشخصية أنا وصغير كان في شخصية تلفزيونية للأستاذ الكبير رشيد عساف اسمه ورد، فكنت بالبيت دائما أقول لهم أنا ورد أنا ورد. هو كان مقاتل بالسيف وهيك، مسلسل تاريخي، وبحب الاسم. والشخصية كان اسمها ورد، والشخصية كتير بتشبهني بردود أفعالها، بحالاتها، بمزاجيتها، بتلقائيتها، بعفويتها، بتعاملها مع الأشخاص، بحبها للعائلة، بالإحباط اللي بيصير معه لما العائلة بيحس إنه العائلة عم تروح من بين إيديه، عم تتفك. فكل هاي المواضيع فعلا كانت بتشبهني. الشخصية ممتعة جدا.